بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللوح تكتيك الخاص بنا، وفي تمرينين من تمارين الفترة. التمرين الأول هو تدريب التشكيل على أي وضعية تدريبية كانت، أنه تأخذ اللاعبين وتوزعهم، والأحسن يكون في مراكزهم وتعمل عليهم كما قلنا سابقا في أمثلة في مثالين سابقين، وضع المهاجمين المركزيين، وهناك مدافعين كذلك احتياط يساعدون المدافعين المركزيين في أداء الفعالية، فيكون تبديل بين المدافعين المركزيين والمدافعين المربع الذي يشوفون بعد أن ينفذ الفريق المهاجم محاولة أولى من اليمين ومحاولة ثانية من اليسار، يبدلون المدافعين. والتسعة والعشرة يبدلون من الستة وثمانية، يبدلون مراكز أقصد. والتمرين سهل جدا، منطقة 20 × 20 هذا تكفي، ويكون المنطقة الأولى اللي بيها المدرج للبناء، المنطقة الثانية للإنهاء. فالمدرج يلعب الكرة لظهير اليمين، ظهير اليمين سوري ظهير اليمين يلعب الكرة ظهير اليسار أو اليمين، أحسن يكون ظهير اليسار، جناح اليسار، جناح اليسار يعيته، تصير ناولة جدارية بعد استلام الكرة من المدرب، تنزل الظهير هذا، هذا ثلاثة يعني ظهير يسار، ناولة جدارية هو 11، ويهاجم ظهير الكرة يلعبها للوسط، الوسط يهيئها يعني للجناح، الجناح يهاجم الكرة، يسوي لها حاجة ويلعب كرة عكسية للاعبين 10 و9، ومعاهم لاعب الوسط البعيد وليس لاعب الوسط اللي يشارك بالمرأة 6، فليدخل 8 كلاعب أو كراكب ثالث لمهاجمة الكرة، 3 ضد 3 باعتبار أن حارس المرمى لاعب بس. ونعيد من جهة اليمين ونرجع لليسار من جهة اليمين. الأحسن في هالتمارين أفضل عن التشكيل هو أنه اللاعب 11 و2 يبدلون بعد كل محاولة، 11 و3، 11 و2 يبدلون بعد كل، أو 7 و2 يبدلون بعد كل محاولة، وبعد كل محاولتين 6 و8 يبدلون مراكزهم، هي 10 و9، و2 و3 المدافعين بعد كل محاولتين يبدلون مراكزهم، هي 5 و4. هذا روتين ما يعرف بالتدريب التشكيل في منطقة لا تزيد لا تقل عن 18 يارده، ولا تزيد عن 20 يارده، لأن التركيز هنا يكون على ما يرى بالبناء كأداء فني وليس أداء فني بدني، لا كأداء فني. فنهتم بالمساحات الصغيرة، ويكون دائما لعب الكرة العكسية من خارج منطقة الجزاء، لا تروح الكرة العكسية أسفل خط التماس مال الساحة، لا خارج منطقة الجزاء، عشان اللاعب الجناح اللي مع الكرة يتخذ القرار بلعب الكرة على الأرض أو عالية، أو يلعب للمهاجمين المركزيين، أو يلعب خلف المهاجمين المركزيين للشبه، أو إحنا نسمي لاعب الوسط صاعد من الخلف. شوف تمرين بسيط، ثم تشوف إنه عندنا إحنا بالفعالية الثانية، هاي فعالية لعب يسميناها إحنا براكتس جيم، فريقين يلعبون، هذا الفريق وهذا الفريق، كل من عنده هدف يدافع عنه، حارس مرمى وهدف آخر يهاجم، يعني يسموها تقسيم. لكن في هذا التمرين هناك شرط تعليمي مهم يوضع كعناوين، ما في رمي التماس، ما في ضربة ركنية أو ركلة تماس، ركلة ركنية ولا رمي التماس، وما في تنفيذ فاول. فإذا أي من الفريقين حصل على رمي التماس، الكرة اللي خرجت من الساحة تترك، والحارس اللي رميت التماس صالح فريقه يذهب للكرات الموجودة جنب الهدف ماله، يلتقط كرة
ويبني هجوم مع فريقه. إذا خرجت كورنر الكرة ما في كورنر، الفريق المستفيد نفرض الدائرة يترك الكرة، منين ما تخرج من خط الهدف، من أين ما تخرج حتى لو خرجت من فوق الهدف مال المربع وأخرجها لاعب مربع وصارت ضربة كورنر للفريق المربع، ما ينفذ الفريق الدائرة الكورنر، وإنما ينفذ البناء مع الحارس، لأن الحارس عارف شروط الفعالية، رأسا ينتقل إلى الكرات اللي جنب هدفه ويبدأ في بناء اللعب. لا، لو على سبيل المثال للحصر، فقم 10 هذا المربع حصل على فاول بمنطقة قريبة على هدف منافسه قريبة على الدائرة، وكان عنده ضربة مباشرة أو غير مباشرة على الهدف، ما تنفذ الكرة أوت، اللاعب اللي عند الكرة بسرعة يرميها أوت، الخطأ أبدا ما ينفذ. كيف نعيد اللعب؟ كذلك، إنه ما دام الفريق المربع إلى فاول لصالحه، فالحارس يعرف شروط الفعالية، سريعا يذهب إلى الكرات اللي جنب المربع ويبدأ ببناء اللعب مع فريقه. الغينا من التمرين ما يعرف برمية التماس والركلة الركنية، أنا أحب أسميها ضربة ركنية، وتنفيذ الفاولات ما في، كلها ملغية أكسر. عوضناها بماذا؟ عوضناها بتحرك الحارس المعني المستفيد بأخذ كرة من جنب هدفه و إعادة بدء اللعب. ماذا يعني هذا من ناحية فنية وتكتيكية؟ هذا يعني أننا عملنا على ما يعرف بتحميل الفعالية اللعب، موضوع نريد نحسنه وهو بناء اللعب مع حارس المرمى، فبدل كل رمي التماس يصير بناء لعب، بدل كل فاول يصير بناء، بدل كل ضربة ركنية يصير بناء لعب بكرة جديدة، كلها كرة جديدة. أما الكرة اللي تسببت في هذه الأخطاء الثلاثة فتركها أوتسايد، إذا خرجت انسح تبقى أوتسايد. فواجب الحراس واجب حيوي في هذه الفعالية، أنه في اللحظة اللي يبدأ الشرط التعليمي، أي خروج الكرة من ضربة زاوية أو رمية تماس أو فاول وخروج كرة الفاول أوتسايد، يتحرك بأسرع ما يمكن للكرات اللي جنب هدفه، بنفس الوقت اللاعبين يتحركون للانتشار. الانتشار هو حركة لعب هجوم أساسي في كرة القدم، يعني الانتشار هو ما لا يفعل الفريق إن ما يتحياز الكرة، ينتشر، يسموه سيبريت أوت. فإنت قلنا لو نفترض أنه العشرة حصل على فاول، ورأسا العشرة أو الأربعة الكرة جنبهم أو يم أي لاعب، يسبوها للمدرب الواقف هنا أو خارج الساحة، ويفكرون تفكير سريع جدا أنه حارسهم الآن عنده كرة يجب أن يتحركوا له ويساعدوا في الانتشار لبناء اللعب ومنح فرص لتبعير الكرة إليه. لا أزيد ولا أنقص، ولكن أقول مقارنة بين التمرينين للتشكيل. الأول يسمونه الشادو ترينينج، تمرين الظل، ربط عبارة عن ربط من جهة اليمين ومن جهة اليسار، الواجبات اللاعبين. الثاني تدريب للتشكيل، ولكن عن طريق ما يعرف اللعب، ذاك شادو ترينينج، هذا براكتس جيم. اعتني بهذين المصطلحين المهمين فيما يعرف في فترات التحضير أي الإعداد، بدءا من المرحلة
يسموها إعداد عام إلى مرحلة إعداد خاص إلى منافسات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصحة والعافية، وصلى الله على سيد رسول الله الهادي الأمين الشفيع شفاعة باركها الله يوم الدين. شكرا جزيلا. أنا موفق المولى.